السلام عليكم. غنخيط السروال ديال لافيست كما شفتو هنا. داك الفتحه ديال الجيب كنديرو فيها داك الكرانات، وكنطويو واحد سنتيم، نزيدو نطويو سنتيم الثاني باش كيجي فيني، حيت هذا غندير هاد الجيب هذا غندير له غير قطعه واحده من الداخل مخيطه معاه، ما غاديش ندير جوج قطع. راني خيطت معاكم داك الطريقه ديال داك الجيب بوحدها في واحد السروال، راني حاطاه في القناة، وهذا كيجي ساهل كما شفتو. داك الدورة كتجي دايرة من كنديرو لها داك الكرانات. غادي نجيبو القطعة ديالنا ديال اللي غادي نديروها التبطين ديال الجيب، ونحطو عليه من الداخل، ندوزو لها السورجي وكنحطوها على هاد الشكل كما كتشوفو، وغادي ندوزو عليها بالخياطة، ندوزو على داك الحرف ديال السورجي اللي دايرين. نحاولو نطلقو التوب باش ما يجيناش مكمش في الوجه ديال السروال. صافي، وكنطلعو معاه حتى في الجنب. صافي، هذا هو الجيب ديالنا. الجهه الثانيه حتى هي كنديروها نفس الطريقه، وكنجيبو داك الحرده ديال الامام كما كتشوفوا، كنمونطيوها هي الاولى، ونجيبو الحرده ديال الخلف حتى هي كنمونطيوها، وعاد من بعد كنلاقيو السروال الجهات بجوج ونمونطيوهم بالسورجي. هنا كما شفتو راه مونطيتو كامل بالسورجي في الجناب وفي الحردات، كندوزو عليه بالسورجي وعاد كنعاودوه بالخياطه. كنبداو من الراس ديال السروال، صافي كندور معاه كامل، كنوصل لداك الخياطه ديال الحردات بجوج، وكنقاد داك الخياطات، كندير الخياطه عند الخياطه وندور معاهم. صافي، كنجيب لاستيك كنقطع القياس اللي غادي يكفيني. داك الدوره ديال السروال كنقطع النص ديالها، وكنلاقيه بالخياطه، كندوز كندير له البانكات في الجناب، كما شفتو راه كنلاقيه من هاد الجهه ومن هاد الجهه باش من نكون كنخيط لاستيك ما يعذبنيش في الخياطه. راه السروال ساهل، بغيت ندير له داك القطعه ديال اللاستيك تجي مفاصله على السروال، هكا كيجي اسهل. كنولي ندير البانكه في الخياطه ديال الخلف وفي الخياطه ديال الامام. صافي، غادي ندوز عليه دابا بالخياطه، وغادي نجبد لاستيك مع التوب كما كتشوفوا، كنجبدو مع التوب كيجيني مقد مع التوب، وكندوز على الحرف. انا غادا وكنقاد التوب مع لاستيك، وكندوز بالخياطه على الحرف ديال لاستيك.
صافي كندور معاه كامل. بالنسبة للأخوات المبتدئات هاد السروال هذا راه ساهل، لو بغيتو ديروه راه كيجي زوين، هو لافيز ديالو وما فيش بزاف ديال التعقيدات ديال داك الباندا ولا ديال الجياب، راهم ساهلين. دابا داك لاسي كنولي نطويه المرة الثانية، كما شفتوا راه كيجينا حد داك القطعة ديال الجيب، كيجيش راكب على الجيب بزاف، كيجي داخل بواحد بحال هكا كيدرق لنا داك الخياطة ديال الجيب، كيجي على هاد الشكل. صافي غادي نشدو تمايا بالبانكا، غنولي ندوز بالخياطة المرة الثانية عليه وكنجبد التوب ديالي. ضروري نجبدو من كل لاسيك، نجبد باش من يجي تلبس ما يتقطعش. كما كتشوفوا راه كنشد بيديا بجوج، كنشد من هنا ومن هنا وكنجبد وكنمشي على الحرف ديال لاسيك، نمشي على داك السورجي. ساعدو معاه غير بشويه، صافي هنا راه ساليتو. درت معاه الدوره كامله، فينيو الخيوط ديالنا الا عندنا شي خيوط كان فينيوهم. هاد القطع هادو غادي ندير بهم الحزام، كندير فيها عندي فيهم 6 سنتيم في العرض، والطول كندير فيهم 31 سنتيم. عندي الحزامات جوج، غنلصق واحد في هاد الجهه وواحد في هاد الجهه. هنا غادي نقلبهم، صافي كنخرج داك الحزام ديالي مزيان. هذا هو الحزيه، كنصاوبهم بجوج كنخيطهم وكندوز كنلصقهم في داك الخياطه ديال الحزام ديال السروال اللي طالع عليه في الجنب، تما كنلصقهم. كنحط هكاك 1 سنتيم وكندوز عليهم بالخياطة. كنولي نقلبو ونعاود عليه المرة الثانية كما شفتوا، باش يبقى لي مقلوب للجهه ديال الامام، ميبقاش مقلوب للخلف. نعاود عليه بالخياطه مزيان. صافي هذا هو الحزام ديالي، شفتوا كيجي على هذا الشكل، وكيجي هذا الحزام كيجي محزوم من القدام، كيجي زوين. دابا غادي نخيط واحد القطعه اللي فيها واحد 4 سنتيم في العرض ونخيطها، ونولي
نقلبها باش غادي نصاوب بها داك الخريصات ديال الحزام، فيه غادي نحشي الحزام. كيبقاو شادين لنا الحزام باش ما يبقاش محلول. صافي كنقلبها وكنقطع كل وحده فيها 8 سنتيم، نعود عليها بالخياطه المره الثانيه. صافي غنطويها على جوج وغادي نقسمها في النص. كما شفتوا هنا راه غنديرها، غندير داك الخريصات ديال الحزام غنديرهم على داك الخياطه ديال الجيب اللي طالعه الا كتبان لكم، ولا كتبعدوا واحد 11 سنتيم على الحزام وكتحطوهم. كيبقى لكم الاختيار فين غديروهم داك الساعه، يا تبعدوهم على الحزام يا تقربوهم، المهم يكونوا جايين متقادين. صافي غادي نعاود عليهم بالخياطه مزيان باش ما يتحلولناش. كنقادها مزيان مع داك لاستيك، كنخيطها في التالي ديال لاستيك كنخيطها عليها مزيان. صافي الثانيه حتى هي كندير لها نفس الطريقه كما شفتوا، كتجي على هذا الشكل. ونحيد لها داك الزوائد من الداخل باش ما يبقاوش يبانوا لنا. هذا هو الحزام ديالنا. نتمنى الى عجبكم الفيديو، نتمنى انكم تدعمونا تشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.